نسولف عن العلاقات، وفي بعض العلاقات لازم تنتبه منها، وفي بعض العلاقات لازم تدقرها، لازم. إذا ما دقرتها أنت راح تدش بمشكلة. ناخذ مثال، أنت عندك علاقة أو أنت عندك علاقة، مثلاً تعرفتي على بنت أو تعرفت على ولد، البنت هذه ما عندها مسافات، يعني شنو يعني؟ هذا أنت، هذا ما عندها مسافات، شوي شوي مع الوقت تتقرب تتقرب، لا على طول. شلون تصير على طول؟ أول ما تقعدين معاها تقول لك كل أسرارها، قالت لك كل حياتها. ومن الطبيعي ها ريكزا، ومن الطبيعي أي شخص يسولف لك عن كل حياته يبي يعرف عن حياتك، لأنه هو سولف لك، هو بكيفه، هو سولف لك كل شيء، فيبيك تقول له كل شيء. فهو ما عنده القيمة بالفكر إنه يقول لك والله مثلا مع الوقت أتعرف عليك، لا هو قلت كل شيء فبياخذ منك كل شيء. هذا رقم واحد. الأشخاص هذول عندهم مميزات فلازم تكتشفونهم. من تكتشفونهم؟ انحاشوا عنهم، لأن عندهم طاقة مسمومة. هذول أول ناس راح يتهاوشون معاكم ويتكلمون فيكم، انتبهوا منهم. شلون تشكونهم؟ أسبوع توه متعرف عليها، خذت رقمك، خذت واتسابك، خذت سنابك، اتصالات، شربتي، قعدتي، والله يتلك هدايا من غير أي شيء، والله تنقصت لك. شنو امشي خلنا نسافر، قالت لك اسرارها، بيتها، زوجها، عطيتك، بطلت لك التجوري كله، سولفت لك. زين لحظه وتبيك تسولفين لها انت؟ لا انت عندك مسافات. هي شنو تقول من داخل؟ مو انت عندك مسافات صح؟ من داخل ايش تقول عنك؟ طز بالمسافات. زين في حدود، طز بالحدود. عشان هي قالت كل شيء فتبيك تقولين كل شيء. بكيفها هي قررت بكيفها، كل شيء بكيفها. ركز معي، الأشخاص هذول المسمومين كالثعبان شنو يعتقدون من داخلهم؟ يعتقدون والله العظيم كل ما نكلم أحد مكفو، والدنيا كلها مصالح، تعطيه من قلبك وتعطيه وتعطيه، آخر شيء يكشت فيك. منو قال لك عطى؟ وهو كيف قاعد يعطي؟ وأكيد الناس هذول، الناس ما تقعد معاهم، دائما ينفرون منهم، دائما دائما دائما. فلما تقعد معاك وتشوفك قاعد جاملينها، هلا والله شلونك، الله يعطيك العافية، قالت بس هذه رفيجتي الجديدة، ما تقول بينها وبين نفسها ان ليش الناس تنفر مني، لا تقول الناس كلها مصالح، فخل نشوف، خل نجرب هذه، يعني عنك انت. فانت نفس الوقت بعد كم شهر راح تنفرين منها. ليش تنفرين منها؟ من طريقتها، لزقة عندها تعلق مرضي. ليش؟ لان ما حد يقعد معاها، فكل مرة تكتشف تقول يلا خل نجرب فلانة. واول ما تقعدين معاها راح تقول لك كل علاقاتها السابقة، هذه مو كفو. انحاشوا عنهم. اقرب مثال موجودين بالسوشيال ميديا، انا اقول لكم، شوف امس متعرف عليها، انا مع ام سندس حبيبه القلب، هذه روحي حياتي. شوف امس تعرفت عليها حبيبه القلب، ام سندس حبيبتي، تعالي ابو حبيبتي، الله لا يفرقنا ان شاء الله، ويحطون اغاني يرقصون يصفقون مع بعض، تشك 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 تشك. شوف بعد 5 ايام مالت عليها بعض الناس. حبيبة الروح وين راحت؟ حبيبة الروح وين؟ شنو صاير؟ هذه فاشينيستا متزوجة عندها عيال ببيتها، قاعدة تعرفت على فاشينيستا ثانية ما عندها حد بالحياة، قاعدة تشيب شقة بروحها، عايش حياة، تعرفت على هذه، قامت هذه اللي بروحها لصقت بهذه، حيل هاي عندها ظروف تقعد مع زوجها، لا كل يوم فكشت منها، فهذه حقدت، والله الناس مو كفو، والله يا ما ناس عطيناهم، شنو يعني بتلقب زيرانيا ونخي. عطيناهم ونحاش. الأشخاص هذول راح تشوفونهم بحياتكم وبكثرة. الأشخاص هذول لازم تدقرونهم، بس ها تدقرهم بسلاسة، يعني مو تقول والله مو شغلك ونعم هلا قوي، لا 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 لا، خليك سلس ومحترمين ونعم فيهم، ولكن احنا ما نبيهم يدشون بحياتنا. ليش؟ لأن ندري من وراهم مشاكل. ندقرهم بسلاسة، مثلا ناخذ مثال، سألتك عرفتي هي من النوع هذا الثعبان، سألتك وين تشتغلين؟ مثلا انت مدرسة، انا بوزارة التربية، ما لا داعي تقولي لها وين وين، يعني شنو بوزارة التربية وين بالضبط؟ قولي دقيقة بس بعد اذنك، بس دقيقة مكالمة بس وغير الموضوع. واي سؤال تسألك اياه قولي له بس في شيء شاغل بالي. بس دائما دقرون بسلاسة، مرة 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 مرتين ثلاث اربع هم راح يحسون، راح يكشون منكم، بس الحمد لله كشوا منك، تخلصوا منهم، انتبهوا ودقروهم بسلاسة، كل احترام.